عسلامة يا حبيبي، قاعدين نتفرجوا فينا كل معكم مستر سيريوس ونرجعوا للتس بلاي كول اوف كثولو. باهي خرجت تسمو من الحبس ابارمون سيتي. ايش هنري ذي ال ايش ذيس از ات ايش محلوله ذا خيطه محلوله بلا دونك لحظه لحظه هما مش يجيو لهنا دونك لازم نمشي للسور زكا ولا هكا. باهي قلت على السلامه مرحبا بلي قاعدين نتفرجوا فينا كل مرتين. نرجعوا ليتس بلاي كول اوف كثو ويل بي سبارد. باهي امشي امشي ذاك حالها ذاك حالها خلط عليا ورايا امشي. دونك نرجع ليتس بلاي كول اوف كثولو. دونك شنو وصلوا جاك اسمه بيرلم بيرلم شنو وصلوا بيرلم للاولد اوتوموبيل وشرط تقطف بس ينو تصينا نضربوا فيهم ما عنديش سلاح امشي. فشعت بيدي مش خلط عليا. بيه برمو قاعد نقد والله دخلت شفت واحدة في واحد شيء دم تفجع لين هلوس وين هلوس عشي زيادة. There's something wrong down here. بيه كمان ماشي قبيل الاخرين خلينا نمشي نمشي بدل ما عطاني انديس كيما هكا هو نتاع فاسلي باش نقعدوا برشا بدل ما فما وقت الحكاية نتصور تو راهم حلبوا بيه ظهر اذا كان نسمع حاس للارم راهم معناها حلبوا بيه. بيه نمشي اه بيوتا سي بون مشيت نزمر مشيت نزمر نطلع فوق ولا اه بيوتا مين خرج هذا Jack, congratulations on your new promotion to Innsmouth's enemy number one. Shut your trap, Mackie. Treasury. Factory inspector. Who do you work for? Okay, detective. I'll come clean. I'm an undercover agent for the United States Treasury Department. Nothing much. We've been working closely with the FBI on a secret investigation of Innsmouth. I'm the inside man. Really? Well, then I'm 40, I'm 22, so I have to. The Innsmouth look, Jack. It's at the heart of the problems in this town. Okay, you just know that population must be infected by now. The spread of that contagion, or whatever the hell you want to call it, is the key. I just know it. Okay. This is all very interesting, fellas, but we gotta get out of Innsmouth with Ruth. She's waiting for us at some old fishing cannery. Okay. Just past the station to Rowley. Listen, Jack. There are some agents watching the road not far past that spot. You can make it there. You'll be safely picked up. This is strictly off the record, but if you want to survive, I'd pick up some firepower. What the? I need you to do something. You can do it while I get this thing started. When they arrested me, they took a brooch I was carrying. It belonged to Ruth. It carries her picture inside. I won't leave it behind. Are you crazy? We don't have time for this. They'll be holding it in the jail office safe. I don't know the combination. I overheard ropes talking to one of the other guards. F's army star man. F's army star man. And someone called Captain Obed Marsh. Don't go to the front door. I'm sure you'll find something. If you want to get in through the back door, just knock, and I'll open it for you. It's getting dangerous. The government must have known about Innsmouth for a long time. Why the sudden interest? Maybe. A few years back, some new hotshot was made head of the FBI. His name's Hoover. اوكي he's on a personal mission to wipe crime personnage بس عليه دونك ما صحش شيء باغ كونت ما حاجه اللي هنا هذيك ما زيدش خاطر عاودت سوق هذيك الكل ولا زيد برا ما تنحات به دونك تو لازم نرجع ما يعرفش نلقاها من هنا محاطبين لحظه خلينا نشوف كاد اوه ما يخافوا من السمبول هذا لحظه وما يخافوا من السمبول هذا جاش نطمعهم ذاك البيت عارف مش كوبا شو عملت توا قال لي جست ناك هو سلام يو تعمل عامل ايش لا قيش مش يجي
ايه السلام. لقيتك بوان فيبل يا كلاب. ايش 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 يا ودي مش هيردات برك والله مفشخكم واحد واحد. سلام. اوكي هلو هلو ايش 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 هذا واحد عندي السلاح نتاعي. عطيتني السلاح نتاعي زعما كيفاش مرن. The fuck guys I'm here. يا صح يعني لهنا. What the fuck ايش انا خلط عليكم ذا. اه بوتان قبرني يا والله كجبني مو. اه كلب اه كلب اه كلب قداش ينقصني تو من الواحد انا من المدبش اللي عندي. امشي ايش ايش والله في تيت اعطيني سلاح اعطيني سلاح بوتان شنو قلت الجيش كامل ايش ناقص سلاح انا جاي ها بيرد تعمل عاملة تعمل عاملة هذا يعرفه مو هذا. اوكي اللي بعد مازال بصحته ولا مازال روبس وين مشى وش بيه سونسيفيتي تاع السوليد اي جا هاو اني هنا اني هنا ايش سلام تعمل عاملة ايش هاي باي باي يعمل لا رمى لوقا ضيقاتك انت هاي او بيتان ايش جي مشي اخر على واحدة سيس تعمل عاملة اوكي هذيك رانيا هذيك رانيا كيفاش رانيا الله اعلم بايش لا تعطيني موت لا تعطيني موت هاي هاي باف قبشو ما صح هكا الكازي يموت يموت راهو ظهر لي سي بون بوتان بوتان ما تجيبش في كاتوش اخرى عشوائي برس امك لا ياسر سونسيفيتي ياسر سونسيفيتي تاع سوري ياسر ديزولي ما نجمش هكا لا كي كونفيجوريشن لا ادفانسد ياسر هكا تروحش برشا سوري باش هكا او يضرب هذا تموت برس امك قول اه بوتان قداش انا واحد يا اخي في الفيلاج ما قدرتش فيلاج كامل عرفت ذا سلوست ديث وذ ذا لست لست لس افيشنت ويبن بكل مغرفة امك ايش انا ايش ايش اضرب توي اضرب تو ايش 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 اوي 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 مزعلم امبوسيبل ايش مرني ايش يا حبتي حبيت التوقع خاد يخسر برشا دم الهم انا وجهك استنى وجهك استنى وجهك ايش هنا ايش ايش اتس هيم اتس امك ايش برا انت تسوي تفرج فيا زين ميتا قداش من 1001 مزالو امبوسيبل مزالو ايش 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 اتس ام اكسبلوتاسيون دو برجر يا ولا انا مش برجر ست ليمون جيم بلاي اللي هو مش مش يخزرو غادي انت وين اي ولا ايش مش قتلتك انت انا قلت له بوبي ايش هنا ايش قلت له بوبي ما تقوليش له بوبي مستحيل مستحيل اش جي ولا كيفاه تو اي ايش ايش واحد اثنين واحد ثلاث زين ليه ليه والله ليه والله فما حكايه الوليد والله فما حكايه والله شعر خدع عند درجين نضرب فيهم هكا بريسك زو موا 4 5 مينوت prepare to die اي prepare to die prepare to die
أمك إجنة. عيش عيش عيش. به برس أمك. قل لي اللي هو موفيه. لا برا ما موفيهش. سيريوز مام. I don't get it. قداش من واحد يا أخي. سي با فري سي با بوسيبل. لا والله اللي مش نموت. ما يجي انت شكون تعرف معك. وانا قاعد نغسل في الهيلث باك على الاخر على بعض وانا تو مسبحه هكو برا راح خسرت انتين امك ايش اي سي سي هذه قتلت قبيله هي مش بلاصه عشان هي اللي فيها لا بكل شيت اي ريبوبيو ريبوبيو زيت اما برا مو واحد برك يلوبوبي زعما الاخر سكر الباب تحبس ولا كيفاه ولا شاورني واحد هنا تصير نفشخو بطريحة يس 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 A wanted poster for Brian Burnham. قاعد ننزل والله قاعد ننزل مقبل اخيرا في اسمي في منتج حطي We are the champions The aim can be used with most to aid the currency aim for the leg to slow down an advantaging enemy or hit the head for heavy damage avoid firing too quickly don't forget to reload فمش في زر يا Police whistle. زبل بي. Police whistle useful for raising an alarm. فمش لحظة مخدعشة. Locked. عندي مفتاح. عندي مفتاح. بلي. والله عندي مفتاح يا ولد. All the desk doors are locked. اوكي ومبعد. All the desk drawers are locked. اوه فما حكيها. قاعد نسيب تيلي قاعد نسيب تيلي اما وين ال شو شو دي بريفيرونس نسكر دي بريفيرونس او موا سا مدون فوالا خلطنا الكوفر باهي قال هو دات ريليتد شو اوكي دابا نفهم حكايه اسم نقراها هذا قيد ذا هذا قيد ذا زعما تو نجم لا فار لا قطوس يمشي سي با فري اتس نو يوز سي با فري لا كومبينيشن قالي كل شيء قالي كل شيء ولا ميسينغ انتريز فما حكايه هذيك هنا انا شيء مضروب بيرسوناج مش مضروب به استريني ذاك قيش الورقه دي الفقاعه اللي مقبله نخزلها ولا على بالي all kinds of miscellaneous notices ليش حتى نزل اوكي سيريو شنو نعمل تو اي اما عندي مفتاح all the desk drawers are locked Small bunch of keys to the jail. Ah, jail cells. Hey, you want to come in? No, I didn't. Have you seen the sacrifice? Yes, but I already cleaned out the gun cabinet. Yet. It's no use. I don't know the combination. Whoop. I'm sick. I'm gonna do. This is Nizu. ليش نهزهم؟ What the fuck؟ يعاونوني الزحف الجوب ايش؟ جي اوكي ايدي شنو نجم نعمل شنو لازم نعمل شنو باش نعمل شنو
ليش حل هذه حاجة غادي؟ اوكي اتس ان عملت حس عملت برشا حس تو عملت برشا حس انا تو باهي شيب لوجز اند كابتن اوبيد مارش اوف كابتن اوف ولا باهي مارش لا 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 ستيل اون روت تو تشاينا ايسترن اوف تايتي تايتي اور تاهيتي از ات اولسو كولد ما فيش عندها اسم اخر وي هاف انكاونتد ا ناين ذات داز نوت ابير اون اور شارتس اي اوردر ذات ذا انتر دروب كلوز انشور اند وي سند ذا لونج بوت فور فيش water and supplies. The islanders are not interested in trading for gold, of which they have apparently a great quantity. I asked after it, source, in the hope of setting up a mining and mining operation on shore. In response to my questioning, I was taken to a smaller island nearby and shown some stone ruins, apparently of great antiquity. The designs carved upon them are like nothing I have ever seen in all my travels. This, they say, is the city of the sea gods. من غاديك ألارت who can be prevailed upon to give them gold for the asking. I suspect it is a remnant of a higher civilization now lost. The natives evidently find gold among the ruins. Logic. I questioned the island chief elders at length about the ruins and was answered with the retelling of legends so savage and fantastic that I wonder at them. Perhaps when the gold is secured and with my own fortune, I shall reveal the island's location and open it to the scholarship. To scholarship. Having traded for a large quantity of gold in addition to the needed water and fresh food, we resumed our voyage. I impressed upon the crew the need for absolute silence about this island, for if word were to get or out, other would be sure to go there. Shortly before our departure, Chef Wallakea made me a gift of several small metal discs, evidently of the same worksmanship as the ruins. By means of these and certain chants, he said the sea gods could be summoned and induced to bring their gifts. I'm thirdly revisiting the mysterious island. We could find no trace of the people with whom we have traded for so many years. Their village are razed to the ground, and no trace can be found of them. يخي بشام لفكسيو تعال خريم تعال ديو. It appears that some other tribe has attacked and destroyed them. The men are much dismayed. Then we shall no longer be able to obtain gold here unless we discover its source for ourselves. A day's search among the ruins revealed us nothing, although certain of the crew were troubled by nightmares subsequently. It appears that this voyage is destined to be without profit, and we must return to Innsmouth with both hands and pockets empty. A most troubling turn of event. The town has come to rely upon us, and the gold that we bring back to make up for the trade was lost when the war of 1812 ended. And what shall become of our home port now, and us along with it? While looking over the souvenirs and curiosities I collected of my past voyages, seeking some comfort and happier memories, I happened upon a strange metal discs given to me by the old Wallakea and his people. I had quite forgotten them and the stories he told about the gold-bearing gods from the sea, but now an idea is stirring with me. I do not know whether to embrace it as Innsmouth's last hope or to concede that desperation has driven me insane. Am I mad? The gold we brought from the island was real enough. Perhaps the sea gods are real also. A sailor to far ports sees many strange things and learns to keep an open mind. After much effort and recollection, I have remembered the chant Wakalea taught me. Tonight I shall row out the Devil's Reef and try them along with the discs. Perhaps the sea gods will save us. Or if not, I shall acknowledge my folly and retire to the asylum. Later that night, the sea gods are real. I have seen them and spoken with them. I carry some of their gold, a token for more to come. I am assured. But the price, yet can any price be too high? When's one home is at stake, Innsmouth shall rise again. I'm starving. This is a day of crisis in Innsmouth. I and those loyal to me have been seized and thrown in jail by the pious neighbors, wedded enough to enjoy the prosperity and have. They have been save my feelings, but I know that little 1846 will be recorded in the town's annals as a year of unparalleled calamity. I shall make certain that Aiden is also make the beginning of a new age, an age of which is threat back to the third capital. Okay. An
an old ship's log marked with the name It's Thomas Waits. Ramona's death must have driven him to cutting his own throat. This doll, it must be Ramona's. خايف نمشي نعمل حس. زمان رامي من برا به. دونك توا عندي كومبينيشن تاع السيف. المشكلة في ميش سوف جارد، شنو ناقص سوف جارد في وسط هاي. What? No, it's not, it's not. اوكي دونك. لحظة مش. واحد. ثمانية. أربعة. And ستة. And nothing. بيه نجرب بصنص لاخر. I must have got something wrong. واحد. ثمانية. أربعة. ستة. Yes. Yes, bitch. What the fuck? The fuck? This must be Ruth's brooch. بيه اسكو سي سيف باش نتعدى من هنا هي من غادي كيف مسورز راه نجم نتعدى راه بيه فيش نعمل هذا مش اي مسوف قاعد يسمعنا اذا كنت تصين عبد هذا كل ما حشتيش خلط شيء نمشي ديك نجي لزعما زيد ما جامش ساني سير عليان دوك ندور ما غاديك نمشي للفرونت دور اسكو اللي خلي هنا لا اما وينو بون انا شخصي بدو دير هنا قلت لكم تخي بيانتو نرجع للسويت تاع ليتس بلاي Call of Cthulhu زعما نعمل دي فيرسيون بالعكس Ah, c'est vrai. Ciao, ciao.